ضربتني مثل المجنونة، ما بعرف شو صار، ما بدهم يانا هون يا خانم. آسفة بس هالإهانة مو بس إلي وإلك كمان. هدول قليلين أدب وناقصهم ترباية. شوفي طلعي على وشها، كلهم هاجمين عليها. شوفي كاتيا، والله من لما اجيت على هالبيت حاسة انهم بيكرهونا يا سمر خانم، كانوا عم يحكوا علينا، ولما قلت لهم عيب لا تحكوا هيك بلشوا يضربوني. سمعانتهم وهنن عم يحكوا علينا بالعاطل. مو بس نحنا، حتى انتي يا عبشوم. هدول بدهم واحد يحط لهم حد يا سمر. ولميس خانم كانت معهم. ماشي خلصنا. كيف تعملي هيك جميلة؟ شو يلي عملتي انتي هلا؟ انتي مو حاسة فيني يا لميس خانم، ما بتعرفي قديش هي عم تغيظني، صارت اخلاقي بروس مناخيري. ماشي خلص اهدي لشوف. خلص ما عاد فيني اتحمل. خلص خلص. خلص حاش تبكي بقى. من فترة وأنا حاسة أنه عم يصير شي بهذا البيت. سمر خانم ما بدي أسمع ولا كلمة منك. جميلة فوراً بتضب أغراضك وبتعدي عن سهيلة. إذا بتسمحي لي. ما سمحت لك. من هلأ ورايح هذا النظام هون. كاتيا جميلة هلأ رح تترك لك الغرفة. أمرك يا خانم. ومن هلأ ورايح ممنوع تتكرر هالمسخرة، وانت طلعي معي لفوق. يا ريت تنتبهي على تصرفاتك منيح لميس خانم. اختاري يا تكوني معي اللي تحت او معي اللي فوق. اخر فرد من الخزندار، انا المنقذ هلا. عمك في عنده بيت صغير ويمكن قطعة أرض. بعتبر حالي صرت غني يعني؟ ممكن تضطر تبقى يوم تاني مش على الإجراءات. بعطي وكالة للمحامي، ماني ناوي إني بقى. وأنا كمان غيرت الوصية تبعي، جددت التأمين على حياتي. شو خطر عبالك؟ حياة، لازم أفكر بكل خطوة. لا أنت ولا الأولاد ولا سمر حابب حطكم موقف صعب. عمو رجاء خلينا نسكر على هذا الموضوع. رح اقول لك شي حلو، سمر حامل. ألف مبروك. بس سمر ضايعة، بدها تنزل الولد وما بعرف ليش. وانت شو رأيك؟ كانت شغلة مفاجئة الحقيقة، اتنيناتنا تفاجأنا. دير بالك الولاد لسه ما بيعرفوا. هلأ فهمت. أهلا وسهلا. أهلا فيكي لميس خانم؟ يمكن طلعت تتمشى شوي. بس إنعام خانم إجت، هي عند ماما. أهلا وسهلا عمتي. أهلين حبيبي. أهلين. أهلا وسهلا عمتي. حبيبتي شو أنا ما حدا انتكش فيني؟ مرحبا، كيف صرتي؟ منيحة شكرا إلك. بابا حكى معك شي؟ اتصل فيني قبل ما يبلشوا بالدفن، قال أكيد رح يرجع المساء. منيح. أختي رح تعمل حفلة بيانو لكل المدرسة. عن جد؟ ممتاز. نهاية زي أكيل، حفلة بيانو بالقاعة الكبيرة. برافو. اليوم ندهلي معاون المدير لعنده، قال لي جهزي حالك مشان الشهر الجاي رح تقدمي حفلة لوحدك بالمدرسة. ممتاز. أنا ما سمعتك عم تعزفي على البيانو،
إن شاء الله بصير أقدر أمشي وبحضر الحفلة. لا تخافي، اليوم بتعملنا حفلة صغيرة وهيك بتكون عملت بروفا. بصير. أنا لازم أخبر لميس خانو مشان تجي بسرعة. مسكر.